اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين وحلقه خاصه جدا من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بساطه سهوله مرونه، التفاصيل بسيطه وسهله. معانا كبد فراخ النهارده هنعملها بطريقه سهله اوزي. اكله الاوزي دي مشهوره في المطعم او المطبخ الشامي، هنشوف تفاصيلها ازاي مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. معانا كمان حلو النهارده لطيف وجميل الكيكه، هنعملها النهارده بالمكسرات. معانا فستق حلبي، معانا زبيب، معانا جوز الهند، بالتاكيد لها تفاصيلها لان البنوته بتحب تخش المطبخ تساعد مامتها. وفي اسئله كتير على السوشيال ميديا فين طريقه عمل الكيكه يا شيف مغازي. كمان في تفاصيل النهارده مع ورق العنب، معانا ورق عنب هنعمله النهارده سلطه مع دبس الرمان والطماطم. وريحك انك تعملي حله محشي مع طريقه ورق العنب بطريقه لطيفه وبسيطه وهيلس على فكره. انا مش عايز اتكلم في تفاصيل كتيره، ولكن هنشتغل النهارده في الحلقه مع كميه مكونات بسيطه وسهله والتكلفه الماليه قليله جدا. ايه الصوره الحلوه دي يا شفيق؟ تستاذنكم اطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل عمل كبد الفراخ اوزي. بصراحه كبد الفراخ دايما محصوره ما بين ان احنا نعملها سندوتشات، نعملها طاجن مع لسان العصفور، ناكلها مقليه كده مع شويه رز، نعملها مع رز شرقي، ولكن اوزي تفاصيله كتيره قوي على فكره. الاوزي في الاصل لحم مفروم مخلوط بالبزله، وبيكون اللحم ضاني او كتف ضاني، وبعدين بيتجهز وتاخد لوز او صنوبر وتحط في عجينه الجلاش في قالب صغير ويتحط في الفرن مع حبه البركه والسمسم ويطلع يتقدم. ده الشرح النظري لاكله مشهوره في المطبخ الشامي اسمها اوزي. خلينا مستر شفيق حبيب قلبي مقادير الاوزي كبد الفراخ على الشاشه. رز بسمتي ده طبيعي، معانا كبد فراخ، معانا بصل، ثوم، زبده، زيت زيتون، فلفله حلوه، بهاراتنا ملح وفلفل وكمون، والفلفل الحار عنوان الكبده سواء كبده فراخ او كبده ضاني. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة لا تتعدى أصابع اليد العشرة، ولكن الأكلة أكلة عالمية معروفة في الدول العربية والمطبخ الشامي. هنبدأ أول حاجة نتبل الكبدة. حلو قوي، عايز أتبل الكبدة كده بمزاج حلو. نحط شوية توم حلوين، وياريت يكون توم طازة، ما بحبش أنا التوم البودر في تتبيلة الكبدة بالذات. البهارات بتاعتنا أساسي بابريكا وكمون. حلو، ليه سموه اوزي؟ والله انت ابن حلال، وسؤال لطيف وفي وقته. اوزي يا اوزي ده علشان ده بيتعمل باللحم الضاني الصغير، والضاني يكون مفروم وفيه طعم الضاني، بياخد الرز والبسله والمكسرات، والمكسرات اساسي فيها بيكون صنوبر. احنا مش هنحط صنوبر، ده توم مع بابريكا مع كمون مع عصرة ليمون. حلو قوي. كبد الفراخ لما بنيجي نشتغل فيها بتفك مننا وتلاقيها كده مهرولة وملهاش شخصية، فأنا هعلمك ازاي تضيف الشخصية لكبد الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة. بمعلقتين نشا هنحطهم في تتبيلة الفراخ، في تتبيلة الكبدة، هتدي للكبدة شخصية لطيفة. بس خلاص، ده التوبنج او التغليفه لكبد الفراخ علشان تبقى معاكي كريسبي. تحطها بقى في الرز، تحطها في ساندوتش. حلو الكلام. هناخد كبد الفراخ، تشتريها من عند الفرارج اللي على الناصيه، راجل طيب ربنا يوعدك بزياره النبي يا حاج، يجيب لك كبده حلوه بالشكل ده كده. شايفه اللون الحلو ده كده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ الله، شفت باللون ده؟ بص عليه كده مخرجنا الجميل حبيب قلبي حبيب هارتي. الكبده تعرفها من لونها، لقيتي فيها الوان متعدده غير اللون الدموي المعروف اعرفي ان هي مش كويسه، وارد ان المراره مفكوكه فيها، وارد اي مشكله، خلي بالك ده مطلوب. لان هي الكبده سواء فراخ، كبده ضاني، كبده كندوز، هي كتله دمويه مجمعه لها شخصيتها ولها قوامها ولها صلابتها، بتزداد الصلابة والقوام بمجرد ما تتحط على النار. ايه اللغة العربية الفصحى دي يا شيف؟ دي خبرة قوية. هنحط كبد الفراخ كده والأرض الفلفل الحار ده أنا عايزه. حلو قوي. هنحط دي هنا كده، وناخد الفلفل الحار.
دي مش كبدة اسكندراني يا غالي. نقطع الفلفل الحار ده كده. بالشكل ده كده عشان يبان قدام عينينا عشان الأولاد اللي مش بيحبوا الحار ما ياكلوش. ونحطه هنا كده. معايا واحد زيه أخضر. بالشكل ده كده برضو. ومعانا طاسة شديدة الحرارة. التركية هنا بقى، شفت الكبدة لونها غير ازاي؟ بمجرد ما نحطها في التتبيلة وعصير الليمون، لو لون الكبدة اتغير ما تتخضيش، ده الطبيعي. هو الغلاف الخارجي بس، أو الشكل الخارجي ليها. معانا طاسة شديدة الحرارة، نصيحة مني، بتعملي كبدة اسكندراني، بتقلي كبدة أيا كان نوع السندوتشات، لازم تكون الطاسة شديدة الحرارة وفيها قليل من الزيت. ده مطلوب، خلي بالك. ورواي مطبخك أول بأول. شوية زيت صغيرين. التركية بقى اللي أنا هتعامل معاها دلوقتي، مكان تحمير الكبدة هعمل الرز. ننزل بالكبدة دي كده هنا. يا ويلي يا ويلي. على الطعم. واسيبها. اللهم صل على النبي. حلوة أوي. عندي عجينة الجلاش اللي أعمل بيها الأوزي جاهزة أهي. برضه لازم نعرف إيه قصة الأوزي، لازم عجينة الجلاش. ما عندكيش عجينة الجلاش تقدري تغمليها بالخبز الصاج اللي هو الخبز المرجوج أو الخبز الشراك بيسموه. الله أهي. بص بص الحلاوة، بص الجمال، بص على الحلاوة، بص الكبدة وهي زلزال في قلب الحلة. الله 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 الله, الله. جريلا سخنة، طاسة سخنة، أول ما تاخد لون بالشكل ده كده. أنا عايزك لما تخش المطبخ بتكلفة قليلة بقيمة مالية قليلة جدا تقدري تعملي الأكل اللي ولادك حابينه، تقدري تعملي سفرة متنوعة الشكل والطعم، لأن لازم يكون معاكي في محفظتك خبرة طهوية مش فلوس. القصة مش في اللي إيه إن أنا لازم يكون معايا فلوس قد كده عشان أروح على أي سوبر ماركت مشهور أحمل العربية في السوبر ماركت وأطلع. صدقيني هتروحي البيت الراجل هيفطر الصبح بقسماط وشاي أو بقسماط وشاي بالحليب، والحاجة دي كلها تترص في التلاجة مش عارفين نتعامل معاها إزاي. ده كيلو كبد فراخ ومعايا ورق عنب. هعمل سلطة جميلة النهاردة. أستاذن مخرجنا الجميل مقادير سلطة الورق العنب بالطماطم ودبس الرمان على الشاشة. بسيطة وسهلة، كل ده بنشتغل مع بعض عشان المنيو يطلع مرة واحدة. كبد الفراخ بتستوي، أنا منتظر إن الكبدة تتحمر، بعدين بشيلها على جنب، ومكان تحمير الكبدة بعمل الرز بتاعنا الجميل الحلو اللي هو هيشارك في طبق الأوزي. فطبعاً أنتهز الوقت وأدخل في موضوع التاني اللي هي سلطة الورق العنب. المقادير على الشاشة. معانا ورق عنب، معانا طماطم، معانا زيت زيتون، معانا البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، وما ننساش اساسي طبعا شوية بهار حلو. ايه هو البهار الحلو ده يا عم الشيف؟ ده اساس التبولة او اساس الورق العنب. في عشق بين البهار الحلو والتبولة اللي هي الكوبيبة الصيني عند العطار المسمى العلمي بتاعها. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنخلي العجينة دي كده هنا. وناخد الورق العنب الحلو ده كده. ده مستوي يا غالي. بنجيبه طازة من عند الراجل بتاع الخضار ونحطه في مية مغلية فيها عصير ليمون، فيها سلايز من الليمون كمان، وما ننساش نحط حط شوية ملح ونسلق الورق العنب. بعد ما سلقنا الورق العنب بنقدر ان احنا نستخدمه زي ما احنا عايزين، نعمله بقى محشي ورق عنب بالزيت، نعمله وحش ورق عنب بالعكاوي بالكوارع زي ما احنا عايزين. انا همسك الورق العنب كده افرمه بالسكينه بالشكل ده كده. الله، انا بسهل عليكي وقت كبير. هتخش المطبخ تعملي حله ورق عنب، في الاخر هناكل ورق عنب ورز. احنا نفس الموضوع في طبق السلطه اللي انا بعمله دلوقتي اهو. ورق العنب معاه طماطم معاه خلطة التبولة، شايفها كده؟ الله. ده المطبخ المختلف.
مش لازم بقى اجيب خمس ست فرخات وديك رومي وبطايه اي نعم الجو ده مطلوب. ورق العنب بالشكل ده كده ولازم السكينه بتاعتك تكون حاميه يا امي، وقبضتك للسكينه بنفس الطريقه يا امي، عشان يا امي ايدك ما تتعبش مع وقت كبير في المطبخ يا ست الكل. ورق العنب اتقطع بناخده زي ما هو كده. خلصت السلطه يا عم الشيف. نبدا نفك الورق العنب ده كده عشان هيتبل دلوقتي. تكليب المعلقه بقى تكليب الشوكه زي الاسباجيتي كده لطيف وجميل، بس اهم حاجه يستوي. يستوي في ايه يا عم الشيف؟ في محلول ملحي حامضي، يعني ميه عليها ملح وليمون. عينيه، الله عليك، ده الكبده ريحتها مفحفحه. بص بقى على حلاوه الكبده بقى، بص على حلاوه الكبده. ايه ويلي، ايه الحلاوه دي يا عم؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ بدا لونها يغير، شفت ازاي؟ ايه الحلاوه دي؟ وانا بحمر كده اقول لك على تركيه حلوه، ودي في سرك. عايزه الكبده تاخد لون بسرعه، لو انت ليك غرض تاني بتغطيها كده بس خلاص. انتظر عليها دقائق معدوده، هتلاقي لون الكبده البخار اتعكس على الكبده في قلب الطاسه وخدت اللون وخدت الفلفل. نروق البوتاجاز بتاعنا بامر من مخرجنا، وتعالوا شويه الرز هنشتغل فيهم ازاي. الرز بتاعنا ده بسمتي عشان نعمل شويه رز حلوين. للأوز بتاعنا بناخد الرز ده كده لانه هينزل على الكبده، ما نكترش رز لان احنا هنعمل خمس ست حبات أوز حلوين. اقول ده زي الفل. بنحط على الرز ده بصلايه ناعمه، معلقه فلفله حلوه، حلو. البهارات بتاعتنا قرنفل، ورق لورو، قرفه، كل ده يا عم الشيف. وما ننساش طبعا البهارات بتاعتنا الموجوده للأوزي، من البابريكا، شويه كركم حلوين. ده على الرز ونقلبهم مع بعض. لو عندك رز في الثلاجه مسلوق مسبقا مفيش مشكله، هتديله التوابل ده كده اهو. ايه التركية اللي هنعملها دلوقتي؟ عيني، لا لسه الحلو جاي، اصبر عليا انت ابن حلال. هناخد الكبده بتاعتنا الحلوه دي كده، تاخدها في طبق جانبي. الله الله الله، بص على الحلاوه، بص بالله عليك، بص وصلي على الحبيب قلبك يطيب. شفت الكبده لونها اتغير ازاي؟ هو ده الجو، خبره السنين. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد الكبده كده بالشكل ده كده، شوف بس الخبره الطهويه لما تكون انت في نيتك وفي قرارك تعملي اكل هتعملي من الفسيخ شربات. نرجع الطاسه دي يا عم الشيف على النار، الكبده هنا خليها جنب كده زي الفل، محدش يقرب منها، قلبك ما يضعفش وتاكلها في سندوتش وخلص الكلام. تقول لسه هستنى لما الرز يستوي؟ لا خالص. الكبده هنا جاهزه في قلب الطاسه، والمغازي جاب الخلاصه، ننزل بالرز. الله عليك الله عليك وعلى جمالك. ونقلب شوط الرز دول كده، الطعم والفليفر من ارضيه الطاسه نتيجه تحمير الكبده بالتوابل بتاعتنا. شفت شوط الرز؟ هتسيب الكبده دي للضيوف وتاكل الرز ده كده. معايا بوكيه جرنيه على النار، ميه بتغلي فيها جزر كرفس بصل، دايما تكون معانا. مش لازم نجيب خروف ضاني ونسلوه عشان ناخد الميه بتاعته، ما دي اساس الاوزي. ما احنا اتكلمنا في الاول ايه الاوزي، فانا بغير من الطعم وبغير من الشكل وبقلل من التكلفه. الرز جاهز اهو، قلبته فورته دورته مع التوابل الحلوه، نحط عيار الميه بتاعنا زي الفل
وروع على البوتاجاز يا شيف. ده مطلوب اهو زي الفل. تعال نحط بقى عيار الميه بتاعنا. اللهم صل على النبي. يلا يا غالي صلي على الحبيب. هو ده ايه المطبخ السهل ده؟ ايه البساطه دي يا شيف؟ خدتنا في حته تانيه ومكان تاني وطعم تاني وشكل تاني. عينيا. شويه رز زي ما قال المغازي، نسيبهم على النار كده وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف التركية الأخيرة لعمل قوالب الأوزي بكبد الفراخ بديل للحمة الضاني مع شوية رز واخدين خبرة طهوية وتوابل خلابة، ونرجع نشوف ورق العنب أريحك إزاي إنك أنت ما تعمليش حلة ورق عنب وتعملي طبق سلطة لطيف من ورق العنب لأولادك. الحلو معانا النهاردة كيكة بالمكسرات وجوز الهند. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ورق العنب بطبيعته بيحب الزيت، عشان كده في محشي ورق عنب اسمه محشي ورق عنب بالزيت. مش معناته بالزيت يعني جواه زيت، لا، ورق العنب ده بيبقى غرقان في زيت الزيتون، خلي بالك. ولما تحب تحفظي ورق عنب مسلوق وتشيليه في التلاجة او في الديب فريزر او تخزنيه لازم ياخد شوية زيت زيتون، دي طبيعته عشان الورقة تلمع معاكي. احنا بنحط شوية زيت زيتون هنا كده. نعم يا حبيب قلبي. تدفع كام؟ حاضر. عايز اشوف الرز بالكبد. لسه الكبد على جنب اهي، خلي بالك محدش واخد منها ولا قرب منها. مصطفى مشينا النهارده. شايف الحلاوه دي؟ شايف الجمال ده؟ شويه رز بانسى فيهم طعم الكبد الفراخ. حلو. نقلب. حاضر يا فندم. ايه الحلاوه دي؟ اوزي يا اوزي. ورق اللورا والحبهان قرنفل وطعم الكبد الفراخ في قلبيهم. للامانه تحتم علينا، دي محتاجه شويه ميه كمان عشان الاوزي يخش الفرن. بس خلاص ونغطيها على ما نشوف موضوع ورق العنب ده هيخلص عليه. حلو. ننزل بالطماطم. السلطه دي عشان تاكليها وتستطعميها لازم تحطها في التلاجة مش أقل من ساعتين. ده بقدونس مفروم، دبس الرمان يا عم الشيف. يا ويلي. بصلاية ناعمة، شوية الملح الحلوين، البهار الحلو الناعم، وخلص الكلام. فاضل عصير الليمون عندنا وتبقى أحلى سلطة من ورق العنب. بس خلاص. وعملتي سلطه ورق عنب، جوزك عايز ياكل ورق عنب. قلت له انا فتحت القناه الاولى، شفت الشيف المغازي عامل ورق عنب بطريقه جديده، مش لازم اقعد الف طول النهار واضيع وقتي. ادي ورق عنب يا حبيب قلبي، عليه الطماطم وعليه زيت الزيتون وعليه دبس الرمان وعليه شويه حب وشغف. نقلب ونخليهم على جنب. السلطه دي عشان تاكليها ويبقى طعمها حلو وتدعي لي، حطها في الثلاجه وانسيها ساعتين ثلاثه اربعه. ايه اللي هيحصل هنا؟ هتتجمد؟ لا، هيحصل مزاج ومزيج وانسجام ما بين زيت الزيتون والطماطم والتتبيله الحلوه في قلب الثلاجه. ورق العنب بيشرب من كل ده، والطماطم تاكلي معلقتين ثلاثه وتشيلها في الثلاجه وقت ما يهفك المزاج تغرفي منها وتاكلي. حلو، تخليها على جنب. حابه تحط شويه كنوه مسلوقه، عارفينها طبعا. حابه تحط شويه برغل مغسولين زي ما انت حابه. مخرجنا الجميل استاذنك نشوف مقادير الكيكه بجوز الهند على الشاشه. بساطه، سهوله، مرونه، تقدر تعملي حلو ببساطه. مقاديرها ايه يا عم الشيف؟ كوبايتين من الدقيق، شويه مكسرات، زبيب جوز الهند اللي عندك في درج المطبخ، حلو، زيت، بيض، كوبايه من الحليب، وما ننساش كوبايه من السكر. والسكر هنا كنترول، حبه تكتري حبه تقللي، القرار قرارك. حلو الكلام. هنجيب بوله كده. المقادير على الشاشه شفناها، ثلاث بيضات هاخدهم كده عشان نكسب وقت،
حلو. مدرسة المغذي بتقول ايه؟ لسرعة خفقان البيض حتى يكون مزيجا لينا بنحط عليه السكر. مش لازم مضرب، وفري ما تمن المضرب هتلاقيه عامل 2000 جنيه ولا حاجة. سرعة. شوف القوام معايا. حلو. حلو المزاج، المزيج والقوام والخيط الحريري ده جه نتيجة ان انا خفقت السكر مع البيض. بنحط الزيت، حطي كمان الفانيليا، بنحط قليل من جوز الهند، معاه نص الكمية اهو. دي جوز الهند ناعمة، يا سلام جوز الهند دي لما تستوي جوه الكيكة هتدعيلي. معانا فستق حلبي، يا ويلي هو ده فستق حلبي. معانا زبيب، كل ده في قلبيها، كل ده في قلبيها. ونقلب دول كده مش بالمضرب، بالاسباتيولا. في حاجات نقلبها بالمضرب وحاجات ما نقلبهاش بالمضرب. عند الخليط ده كده زي الفل. شفت الكيكه دي لطيفه وجميله، فيها عناصر غذائيه كتير، بدايه من البيض، الكالسيوم والمعادن والبروتين، مع الزيت والسكر قيمه غذائيه عاليه جدا. البحث الالكتروني دلوقتي بيوفر عليكي مشوار طويل ودراسات طويله قوي. ايه فايده البيض، ايه فايده الزبيب، ايه فايده اللوز، ايه فايده الصنوبر، وهكذا. نحط عندنا الدقيق وعندنا البيكنج باودر، بنحطه على الدقيق بالشكل ده كده، وشويه الحليب بتوعنا دول، ونقلب تاني كده، ونجيب القالب اللي هندخله جوه التلاجه. الله، ده كده متحضر جاهز. نخده كده، نقلب الدقيق مع البيكنج باودر. صينيه القرع بالبشاميل كالاتي: القرع بيتسلق، كميه الميه اللي هسلق فيها القرع يا بسنت هي الكميه المعتاده المناسبه علشان ما صفيهوش. حلو. وبعدين يا بسنت بجيب بشاميل او وايت صوص، دقيق وزبده وحليب. شايف القوام ده كده؟ دي ما تتقلبش بالمضرب. شفتي، شفت الحلاوه، شفت الحلاوه. مخرجنا شفيه، انا عارف بتحب الحاجات الحلوه دي انت كده. عندنا القالب بتاعنا زي الفل. اخبار الفرن ايه ودرجه حراره الفرن كام؟ 180. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ جاهز الفرن. تمام، امنا على الفرن قبل كل حاجه. قالب شكل قلب بهديه لكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا في انحاء العالم من الفضائيه المصريه والقناه الاولى. قلب اهوت، وهنعمل كيكه حلوه. هناخد المعيار ده كده ونسقطه في القالب. كيكه بقى تحطها في الصالون بره، اللي طالع من البيت ياخد منها، واللي يزورك ياكل منها. حماتك جايه تزورك اخر الاسبوع، لازم تحسسها انك انت عاملاها علشانها. انت كده كده هتعملي، ايه المشكله ما تقولي يا حماتي انا عارف انك جايه النهارده، وقلت لي الكيكه النهارده على طريقه المغازي، فيها المكسرات اللي بتحبها يا حماتي، وفرت عليكي تقشري يا حماتي، وفرت عليكي تقزقزي يا حماتي. هناخد الخليط ده يا عم الشيف زي ما هو كده في درجه حراره الفرن 180. افتح يا سمسم. اللهم صل على النبي. في قلب الفرن. بص عليها كده، بص على القلب الحلو ده كده. القلب ده بهدهولك. يلا تعالوا مع بعض نشوف ايه حكايه الرز. اللهم صل على النبي. حلو قوي. نشتغل في الاوزي بتاعنا. ايه الاخبار؟ يا حلاوه. الله، شويه رز. الله على الريحه. فيهم التوابل العربيه، بما ان اكله الاوزي المنشا عربي. الله، نحط شويه بقدونس حلوين، شويه طماطم حلوين. دي مش في المقرر، خلي بالك انا دايما بخرج بره النص. حلو. وناخد الخليط ده يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. نسيبه يبرد شويه. وهي اكله. الله، وانت بتحطهم كده عشان ايه؟ عايز انا البخار يتطير ويبرد الرز ده، لان لسه هنشتغل فيه كتير. يا
انت عملت من الفسيخ شربات، ده هو كيلو كبد فراخ، عملت لي عليه هيصه وليله، ده انا بجيبه كده مسح زور بضربه في رغيفين عيش فينو. تضحك؟ اه والله سامعك انا. ولو عملته المدام تقول لها ايه المطبخ ده؟ لا يا عمي الرز ده يبرد، وعلى ما يبرد بنجهز الاوزي بتاعنا. وعندنا كبد فراخ جاهزه. حلو الكلام؟ يلا بينا. وكبد الفراخ جاهزه، وهنيجي نشتغل مع بعض هنا كده، ورق العنب قدام عينينا. حلو الكلام؟ تعالوا شوفوا نشتغل مع بعض ازاي. بنجيب صينيه اللي هتخش الفرن زي دي كده، ونحط فرديتها زيت زيتون، اللهم صل على النبي. في الصينيه بنحط زيت زيتون وغرقها زيت زيتون كده. حلو تمام. وعندنا القالب بتاع الاوزي اهو، قالب الاوزي اهو، ونجيب عجينه الجلاش. حلو قوي. ونشتغل مع بعض بقى، نعمل لنا 20 30 واحده. هادي الجيران. والله النهارده بفتح التلفزيون القناه الاولى، لقيت الشيف المغازي على القناه الاولى بيعمل اكله كده يا امي، كبد الفراخ كل يوم تعملي لنا في العيش الفينو، غير كده ما بنشوفش. شوفي بقى كبد الفراخ راح على فين دلوقتي اهو. بص كده على الحلاوه دي يا شفيق مخرجنا حبيب قلبي، انا بحبك والله. اهو ركز مع اخوك والنبي ما تسرحش مني اهو. خلي بالك. طيب اهو معانا البوله حاطط فيها عجينه الجلاش، ركز معايا في الموضوع ده. بناخد شويه رز صغيرين هسه كده، هس اهو. المفروض بدل الرز ده للامانه اخواننا الشوام السوريين واللبنانيين بيحطوا مكانه صنوبر، انا معيش فلوس اجيب صنوبر. حلو الكلام. واحط كبد الفراخ يا ويلي يا ويلي، واحط رز. العب السمك تخيل لما تقلبي دي جواها بقى وتلاقي ايه طالع لك كده، كبده فراخ في قلب الايه الرز، ودي كمان في قلبي كده عشان انت ايه حبيبي، وشويه رز. ونقفلها جامد كده. ونحط عليها عجينه الجلاش دي كده، اختراع كده 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 كده، لسه ما خلصتش. وتصلي على الحبيب قلبك يطيب. معاك وقت نعمل 20 30؟ يلا. طيب حاضر يا باشا حاضر، اللي ما خدش باله من الاولى ياخد باله من الثاني. عجينه الجلاش حطي كده، لازم تعملي الاكله دي لاولادك النهارده. تاني شويه رز، واللي بيشوفونا من بلاد الشام هنا. حاضر يا فندم حاضر. اللي بيشوفونا من بلاد الشام بوجه لهم تحيه كبيره جدا. بدل الرز ده بالمفروض صنوبر، معيش فلوس اشتري صنوبر، ايه المشكله؟ عيط؟ لا. حط ايدي على خدي؟ لا بالعكس، هتعملي احلى حاجه اهو. انا مش عارف ليه ايدي بتشيلها يا شفيق، معلش سامحني سامحني يا اخويا، هخليها مكانها اهو. احط الرز البسمتي كده. نعم ممكن بالرز المصري، مش هتقول لا. بيقول لي ممكن نعملها برز مصري؟ ينفع. ما ينفعش ليه؟ المطبخ له دستور ولا قاعده ولا عادي، المطبخ ده حب شغف، تخش المطبخ عايزه تعملي حاجه حلوه. لقيت كيلو كبد فراخ في قلب التلاجه ناسينه، شويه رز بسمتي في الدرج بتاع التلاجه، قصدي في درج المطبخ. حلو الكلام. الرز بيتحط او رز بايت عندك مفيش مشكله. حلو. نقفلها كده فله. يلا ابا ونحط واحده هنا. ايه رايك نعمل واحده كمان؟ واحده كمان عشان الحبايب. حاضر. انت قلت دي اخر واحده نحطها كده هنا مش هشيلها من مكانها، اوعدك والله العظيم. هركز معاك. ايه دوحة؟ نحط كده زي الفل. يلا تمام. مش هحط رز يعني، هحط ورقه لورو اهي ادلعها اهي، عشان لما لما نفتح نلاقي ورقه لورو في السكات. ناخد كبد الفراخ ونحط الرز. شويه رز زبده. ونحط كمان كبد فراخ جوه الرز. نتوصى وعلمها، عايزه تعملي حاجه حلوه بقى وتوصى بجوزك حماتك عندك تيجي مليها كده وعلميها. هقول لك تعلميها ازاي، وانت بعد ما تتقلب، والله بقول لكم على حاجات بتحصل يعني جوه العائله،
انت عايزه واحده من دول كده فيها كبد كتير، هات واحده من دول وحط على وشها بس شويه حبه البركه، شويه كمون، شويه سمسم، علميها كده. بعد ما تبقى على السفره كده، بص يا حماتي انا عامله لك واحده مخصوص، الست عايزه تعرف ان انت بتضحكي عليها ولا ايه الحكايه بالظبط، ولا قدام ابنها بقى انت بتقضيها. هتفتح تلاقي مثلا خمس ست كبد، تبص في الطبق اللي جنبيها تلاقي كبدتين، تعرف ان مرات ابنها بتحبها. هناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف وندخلها الفرن، بس لازم رشه زيت زيتون عليها مع رشه كمون حلوه كده عشان الكبده بتحب الكمون. العب السمك. زيت زيتون، رشه كمون حلوه عشان كلهم زي بعضيهم، وندخلها الفرن. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ نحطها هنا. يلا نقفل الفرن ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. اهو عيني اهو. العب. هو الاوزي اهو، اوزي بكبد الفراخ وحقوق الطبع لدينا وبس من داخل الفرن. استاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير، نكون روقنا الدنيا دي كده، وعملنا سلطة الورق العنب دي عملناها لوحة فنية، انا بسيبها دايما للاخر علشان اقدر اغرفها بشكل لطيف وجميل، لان طبق السلطه لما تحطيها على السفره ده عنوان ليكي في المطبخ لضيوفك ولكل حبايبك. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للوحه فنيه، عنوان مطبخك، عنوان شياكتك، عنوان اهتمامك بالسفرة، عنوان حبك لضيوفك وشغفك لضيوفك. تتكلم جد يا شيف؟ يعني ممكن اكون جايبة خروف او جايبة ديك رومي تمن الشيء الفلاني واشوفها على السوق؟ لا طبعا، مش بالتمن ولا بالسعر ولا بالفاتورة. خلي بالك زي ما اقولك، مش مشكلة في السن، السن ده في التورتاية، السن فين؟ في القلب، في العمل، في النشاط. المشكلة كلها في تقديمك للطبق، البوزيشن او البرزنتيشن او الشكل او الصورة الحلوة اللي انت بتقدمي بها الطبق، البرزنتيشن يعني. ازاي يجي منين؟ انا عملت السلطه عاديه زي الفل اهيت، معايا خصايه كابوتشايه بحطها كده، هتلاقي الطبق ده اتحول لوحه فنيه بالشكل ده كده. واخد ورق العنب اللي انا حطيته في الثلاجه ساعه زمن، شفت الورق كده؟ وخليه متطاير كده، هياخد شكل حلو دلوقتي. وعندك يا سلام لو لقيت خص بلدي بقى، ما اقولكيش. شفت الجو ده كده؟ بتروحي بعض المطاعم بتلاقيه جايب لك سلطه الفتوش شكلها حلو ولطيف وكل حاجه، تضربي الشوكه في قلب الطبق تلاقي تحت منه خص. اعملي زيه، بس الخص ده يكون نضيف جاهز للاكل. خلي بالك انا ضد ورق النعناع اللي اتحط جرنش على طبق السلطه من غير غسيل. انا ضد عود البقدونس او البقدونس اللي اتفرم تحت 2 كيلو كباب ب1000 جنيه من غير غسيل. خلي بالك الحاجات دي مطلوبه. بقدونس، اي حاجه بنعناع بيتحط في الطبق لازم يتغسل. وارد ان في اطفال على السفره والاطفال عندهم حب يعني الاستطلاع والحب التطلع ان هم ياخدوا الحاجه دي على بقهم. انت ممكن تكوني عارفه ان الحاجه دي مش نظيفه وتكبري راسك. لا، الطفل في الحاله دي بيمد ايده على اي حاجه في الطبق. هناخد ورق النعناع ده كده، او النعناع، ورق العنب في قلب الطبق كده. الله، دي تبوله ولا يا شيف؟ سميها هرم غذائي. وجود زيت الزيتون مع ورق العنب بالمعادن، بالمغنيسيوم، بالحديد اللي فيه، بالبقدونس الناعم، بالطماطم، بالشغف والحب اللي فيه، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ انت بقى عايزه تجودي وتعملي احسن مني، هاتي شويه كينوا كده اسليهم وحطهم على الوش، شويه برغل ينقعهم في شويه ميه بتوع التبوله وحطهم على الوش، نحط البهريز ده كده على الوش. يلا خلاص، ايه رايك في طبق السلطه ده يا شفيق؟ كلفنا 3 تعريفه. ورق عنب كان موجود عندي في التلاجه، كنت عامله حله ورق العنب الاسبوع اللي فات وعندي بواقي ورق العنب في التلاجه، ارميها؟ لا. تبذير؟ لا. اشحتها؟ لا. تعملها طبق تاني. خلي بالك. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. تعالوا نشوف اللي بعده، نشوف الاوزي اخباره ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا راجل يا طيب، المال الحلال ربنا مبارك فيه. بص على الحلاوه جوه الفرن، بص كده وخش بقلب جامد.
الفها لك والله انا عارف. اهو 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 شفت الحلاوه؟ اهو لسه اهو فله حبيب قلبي، ربنا مبارك في الوقت. اهو هنبدا نجهز الاطباق بتاعتنا اللي هنغرف فيها الاوزي، ونشوف التورتايه بتاعتنا اللي احنا عاملينها الكيكه. ولكن الاهم من ده وده، رواقي مطبخك. دايما بقول وارد حد من الجيران يزورك تلاقي حماتك على راسك، ودايما الحموات ما يحبوش يقولوا احنا جايين، خلاها مفاجآت. نقفل الفرن. طبق زي ده كده حلو. يلا اللهم صل على النبي. واحد كمان للكيكة الجميلة الحلوة. اللهم صل على النبي. للسفرة. ولكن وجود السفرة أيا كان فيها لازم عن طبق سلطة. احنا عندنا سلطة ورق العنب النهاردة بتغنينا عن السلطة الخضراء، هي بديلة فيها خس وفيها طماطم، حاجة لطيفة. ولكن مفيش مشكلة لما كنا عندك جات في سلايز من الطماطم والفلفل، تفاح أخضر، الحاجات الحلوة. دايما شاركي الفواكه في أطباق السلطة، زي التفاح، زي الأناناس، الحاجات دي حلوة على فكرة. طلع الكيكة بتاعتنا. الله، إيه الحلاوة دي يا عم شيف؟ بص على الحلاوة، بص على الجمال. أهي الكيكة بتاعتنا الحلوة. أهي فلة نروق عليها كده. يا نعم. يا برنس والله العظيم، انت ابن حلال خبره. بيقول لي استوت، اجي لك ولا ايه؟ مش لازم تعرفوا حضراتكم ايه التفاصيل. مخرج قلبه عليا، انت ممكن تحرق الكيكه لجوزك، ايه المشكله يعني؟ ما حصلش معاك قبل كده؟ وانا ممكن كمان احرقها غصب عني. حلو. لازم حضراتكم تعرفوا التفاصيل اللي احنا فيها، عشان احنا اسره واحده، احنا عيله واحده، على تلفزيون دوله عظيمه كبيره بنقدم منتج جيد جدا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه القلب ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ عينيا. حاضر يا غالي. الفواكه بتحب القرفه، رشه سكر بودر، ممكن تسقيها عسل، رشه قرفه ناعمه، قدمي معاها صوص فراوله حلو. جيبي فراولة وقطعيها وحطيها جنبيها. حلو. حاضر والله العظيم قريتك. اهي الأوزي. ايه الحلاوة دي يا جيف؟ ايه الحلاوة دي يا باشا؟ الأوزي بتاعنا. بص على الحلاوة، بص على الجمال. شفت فين كبد الفراخ كده؟ فين الجمال ده؟ فين الحلاوة دي؟ الله، ده انا هعمل تركايه دلوقتي هتدعي لي. بص اخر حاجه بقى بجد بجد، عشان نقول المطبخ ده فن ورؤيه وابداع باللي هنعمله دلوقتي. خلي بالك. شوفي دي كده، ده الاوزي بتاعنا، دي كبد الفراخ جوه. الله عليك والله العظيم انت ابن حلال، بس مش كده. شوف بقى جود بقى. بص هتعمل ايه بقى، بص هتعمل ايه بقى، بص هو ده. سمع الصوت ده؟ نقوم نعمل ايه بقى؟ نشرب كل حبه اوزي من دول حب. نشربها شغف. التوابل اللي نازله دي كده. يا ويلي، هو ده. تقدر تنهي الحلقه كده، دي نيابه التركيه الحلوه دي كده. الحب والشغف في شويه البهريز دول. مطبخنا النهارده باقل تكلفه ممكن تفكري فيها، كيلو كبد فراخ، شويه رز من درج المطبخ، بارع عنب كان في البرطمان عندي بقى عندي. الشيف المغازي عمل سفره عالميه طهويه بشكل تاني وطعم تاني. عملنا الاوزي بكبد الفراخ، عملنا سلطه الورق العنب لوحه فنيه تتصوري معاها سيلفي، عملنا كيكه كلها حب وعملناها على شكل قلب بنهديه لكل الساده المشاهدين اللي بيتابعوا التلفزيون المصري القناه الاولى والفضائيه المصريه في انحاء العالم. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.